مرحبا بالجميع. قمنا بشراء كاميرا 80 دي كانون بريدج ايوس. طبعا هاي الكاميرا انا بفضلها طبعا لعدم تكلفتها الكبيرة. الكاميرا فل فريم، مواصفاتها احترافية. طبعا هاي الكرتونة بتاعتها زي ما انتم شايفين، راح نفتحها ونشوف شو فيها اغراض. مواصفاتها يعني لا تقل كثيرا عن الكاميرات الاعلى اللي هي 5D و6D و7D. طبعا شرينا كمان هذه، طبعا كاميرا بادي شرينا كمان عدسة، عدسة كانون زوم 18-200 mm. كيف شوية تفاصيل عن المواصفات هاي. طبعا العدسة طبعا هذا السي دي، التعريف الخاص بالكاميرا، واللي فيه كمان شروحات، اي شروحات تتعلق في استعمال الكاميرا. هذا الحزام، وطبعا الكيبل الخاص بالشارجر، شارجر. بطارية. طبعا خلينا نشوف العدسة كمان كيف تركب على الكاميرا. زي ما احنا شايفين الكرتونة تحتوي على الأرقام الخاصة بالفتحة الأف الديافراغم، فتحة العدسة من ديفولت 3.5، وعلى زوم طبعا اعلى اشي 5.6 حسب حركة الزوم. طبعا الفتحة هذه متغيرة. العدسة هي عدسة بإطار 72 mm. طبعا ايمج ستابلايزر، تحتوي على الغطاء الممتص للصدمات اللي دائما بيجي مع اي كاميرا او اي عدسة، بكون في وقاية لها من اي صدمة اثناء نقلها وتعبئتها او تفريغها. طبعا زي ما بنشوف بعرفش واضح فتحة العدسة او قطرها 72 mm.
طبعا هذا ثابت مع كل الحركات اللي ممكن تحرك العدسة على الديفولت في الوايد انجل او من خلال حركة الزوم تيلي شوت او اللي هي على رقم 200 ام ام بتصير اثناء الاستخدام للقطات البعيدة. طبعا الكاميرا او العدسة تحتوي على غطاء ايضا الجهة الخلفية. طبعا بحميها من الغبرة او اي صدمات ممكن تتعرض لها. هاي العدسة طبعا تحتوي على القفل هذا مهمته انه يمنع العدسة لتفتح اثناء نزولها وبيحافظ على حركتها في وضع الوايد انجل بالشكل اللي احنا شايفينه. AF وام اف طبعا الفوكس ستيبلايزر كمان المانع للاهتزاز ومثبت الحركة. وكبسة القفل. هنقوم بتركيب العدسة على الكاميرا. طبعا البطارية لسه ما حطيناها. البطارية عادة بتيجي مش مشحونة، لكن احنا ممكن احنا نجيب بطارية الكاميرا السبعية المتوفرة عندنا موجودة. على بال ما نشحن البطارية هاي الجديدة اللي هي طبعا البطاريات الكاميرات السبعين دي والثمانين دي نفس المواصفات، نفس البطارية تستعمل لكاميرا سبعين وكاميرا ثمانين اللي هي هاي. الفولتية 7.2 هي واحدة نفس البطارية بتركب للكاميرا ثمانين دي وبتركب لسبعين دي 1800 ملي أمبير. طبعا هاي الكاميرا زي ما بنعرف الشاشة تاتش سكرين. إذا بدنا نفوت على المنيو بتاعها نلاقي إنه في إعدادات كثير بهاي الكاميرا، تختلف قليلا عن كاميرا 70. الايزو طبعا بيصل اعتقد 12000 12800. بالنسبة للبكسل الصورة بوصل لحد 24 ميجا بكسل. خلينا نتأكد كمان. بإمكاننا تغيير الإعدادات تخفيف أو زيادة في حدة الصورة. على اللارج طبعا 24 ميجا بكسل حجم الصورة، بإمكاننا جعله على الميد وصل 11 ميجا بكسل. لحجم الصورة طبعا نرجع
هان الفيديو لاحظ خاصية تعديل الفوكس اوتو مع الحركة مع حركة الزوم في تصوير الفيديو. زي ما انتم شايفين ايضا في عنا شرينا الهود اللي بركب على مقدمة العدسة. طبعا هذا وظيفة الهود الكل بيعرف طبعا انه بيحمل عدسة الزجاج الامامي للعدسة تحديدا وبمنع الظلال في الايام اللي بيكون فيها في ايام يعني التصوير في اشعة الشمس. الهود طبعا 72 ام ام متناسق مع قطر العدسة. بامكاننا طبعا تركيبه ايضا مع فلتر. في عنا شرينا فلتر كمان للعدسة. الفلتر وظيفته حماية الزجاج ومنع الانعكاسات احيانا امتصاص الانعكاسات الضوئية للشمس او اي انعكاسات اخرى. هذا الفلتر خاص بهاي العدسة.